راح صدام سويدة ومعايد، من راح صدام؟ قول لي سعد الشعب، من الحاكمة؟ من الحاكمة؟ جابوا لنا هذا، هذا الحس سوالف ما يعرف يسولف، ابكر. ميمي شنو شبيك بك ابو سوار؟ هو هذا انت تقود الشعب؟ هذا الشعب يقوته صدام حسين بدوره قبر. والله العظيم من راح الفساد كثار والدلكسيات عيني كثرت، تهجم ابوتي الوادم بالدلكسيات. بعد قلبه انا من امي جابتني البلازما ما عارفه شقلها. هسه الدلكسيات ابا اللي شايله ثلاثه ولا واحده ولا اثنين، شو اقول لك؟ تقول شعب خرب، شعب فسد، ما له سكان اللي يضبطه، اللي يضبطه مصطفى الكاظمي يضبطه صدام حسين صحيح. ذاك راح بداره بعد ما يوجد مثله ابد، هيهات اذا يوجد مثل صدام حسين. وهذا ما عندي حكم.